مواصلة لأخبارنا، شاركت العديد من الشخصيات السياسية وأخرى اقتصادية في الندوة الفكرية تحت عنوان الانتخابات الرئاسية كسبيل للاستقرار وبناء الدولة الجزائرية. الندوة حضرها دكاترة وأساتذة في العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية بقاعة المحاضرات بجامعة شلف. تم من خلالها التأكيد على إلزامية إجراء الانتخابات وضرورتها كحل وحيد من أجل تجاوز الأزمة الراهنة بأقل الأضرار. التغطية لزميل رشيد مشورب. إنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم مناقضة الانتخابات قد فتحت الفرصة أو قد هيئوا المجال من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة. في هذا الصدد جاءت ندوتنا الثالثة الفكرية الثالثة التي تنظمها جامعة شلف بعنوان الانتخابات الرئاسية سبيل الاستقرار وبناء الدولة الجزائرية. ركزنا فيها على تقريب مفهوم الانتخاب وقيمة الانتخاب وآليات الانتخاب وضمانات الانتخاب. ركزنا على هذه العناصر من أجل تقريبها إلى الرأي المحلي عموما والرأي الأكاديمي خصوصا. تكلمت في هذه السانحة في هذه المداخلة أنتاعي على الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي وفق استراتيجية تبناها السيد الفريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونفذها وترجمها في خطط نفذت على مراحل حسب مقتضيات الأوضاع الداخلية والتحركات الداخلية والخارجية.